ابو محمد كفاية على تزيد الوجع، ما عاد في وسط قلبي للمواجع مكانه. حزني على ابو معمر في جميع البقاع، ما عاد خلى بجسمي شبر ولا بنانه. مهما دموعي توقف يا اخي وانقضاع، في الحزن باقي بقلبي لن يفارق كيانه. قصيدة كلمات الشاعر وليد عيضة ابو وايل من اهالي قرية الخضراء مديرية الشعر محافظة اب. القصيدة القاها تعزية بعد وفاة عمها المقتول بإذن الله محمد ناصر عيضة ابو معمر، وموجهة لابنها الكبير معمر محمد ناصر عيضة ابو محمد. يلحنها فايز ابو شمس، يعزفها ابو خليل عبد الفرحان، وايقحها زبيد عبد الفرحان. تسجيلات الفايز ابو شمس دمار خط الحدا جوار مبنى المحافظة. يا ابو محمد كفاية لا تزيد الوجاع، ما عاد فيه وسط قلبي للمواجع مكانه. يا ابو محمد كفاية لا تزيد الوجاع، ما عاد فيه وسط قلبي للمواجع مكانه. حزني على ابو معمر في جميع البقاع، ما عاد خلى بجسمي شبر ولا بنانه. مهما دموعي توقف يا اخي وانقطع، في الحزن باقي بقلبي لن يفارق كيانه. مهما دموعي توقف يا اخي وانقطع، في الحزن باقي بقلبي لن يفارق كيانه. ما عاد في وسعنا من بعض ضلع اختلع، غير الرضا بالقدر والصبر عند امتحانه. مهما فعل قلبي المجروح ولا صنع، ما بيغير ولا يقدر يرجع زمانه. مهما فعل قلبي ما وجروح ولا صنع، ما بيغير ولا يقدر يرجع زمانه. يا حن قلبي ويا قهري على من جزع، والقلب ما قد شبع منه ولا من حنانه. ما عاد من نسل ناصر داخل المجتمع، إلا صفية ولا اليوم ما على العين بانه. ما عاد من نسل ناصر داخل المجتمع، إلا صفية ولا اليوم ما على العين بانه. قلبي مقطع عليها يا معمر قطاع، والعين تبكي وروحي لجلها مستهانة. خايف عليها وخايف أمر ربي يباع، واحنا بعد عنها ياخذ إلهي الأمانة. خايف عليها وخايف أمر ربي يباع، واحنا بعد عنها ياخذ إلهي الأمانة. والله ما سمح الدهر الذي ما جمع، بيني وبينها ولا روحي ونفس الجبانة. 31 عام وعاد انا بالرباع، من يوم راحت وسابتني وانا بالحضانة. الهجر دا يا ابن عمي ما نزل او طلع،
بأي منه ولا شوفناه بأية ديانة. كل شيء عندي يهون كان موت ولا وجع إلا قضية وقصة عمتي ذه مهانة. مجروح والجرح في قلبي حفر والضبع والحزن دمر حياتي والكبد والمثانة. المجروح والجرح في قلبي حفر والضبع والحزن دمر حياتي والكبد والمثانة. ما عاد خلى بجسمي شبر إلا وضع فيه الألم والسموم القاتلة والمدانة. ما عاد خلى بجسمي شبر إلا وضع فيه الألم والسموم القاتلة والمدانة. ما عاد في قلب بوايل شاره للبراع ولا لصوت المزامير ذي تغنت عشانه. ما عاد في قلب بوايل شاره للبراع ولا لصوت المزامير ذي تغنت عشانه. سته جرح وسط قلبي كل جرح انتزع من داخلي حلم واحرق فرحتي والفضانه. الجرح الاول ابو ضواه الذي لا دمع عليه جفني ولا شفته بذنب الخيانة. والثاني الجد ناصر ذي صبر وابتلع غلبه على من قتل من دون أية إدانة. والثاني الجد ناصر ذي صبر وابتلع غلبه على من قتل من دون أية إدانة. وجدتي جرحي الثوالث وفيها ارتفع ضغطي وزادت همومي بعدها والهيانة. والرابع العم عبده ذي راح ما وضع بعده ولا أي بصمة واضحة في بيانه. والخامس اللي ترعرع داخلي والضباع وعذب القلب وتعبني وهزي كيانه. حيدان واحمد وابو موسى الذي ما خضع للدهر عمره ولا عمره رضي بالاهانه. ما كان همه حياته والكومانه والدلع ولا قضية وقصة حالته والمكانة. أهم شي كان عنده عيش من دون وجع والحمد والشكر كانت دايما في لسانه.
شي كان على دواء عايش من دون وجاع والحمد والشكر كانوا دايلان في لسانه اخلص وحافظ على العهد الذي ما قطع اخلص وحافظ على العهد بما الله قطع وعاش حتى توفى مكتاف بالامانه سجراح قلبي ويدي قتلني وداع جرحي على ابو مع النار ذي فقدنا اذانه تكسرت كل اعضاء العصي ذي قد رفع جدي وما عاد به غير عضفات الخيزرانه تكسرت كل اعضاء العصي ذي قد رفع جدي وما عاد به غير عضفات الخيزرانه الله يرحم ويدخل جنته من رضاع من فاطمه واحتضن في عهد العصر وصاله الله يرحم ويدخل الله يرحم ويدخل جناته من رضاع من فاطمه واحتفظ في عهد العصر وصانه قلبي تورم ومن كثرة جروح انتقع والجسم ما عاد فيه ضار مظهره والبطانه حطيت قلبي امامه الكل نقطه نصاع والكل صوت وفكي في جابيني امانه خلاص قلبي تأقلم يا أخي واقتنع على ظروف الحياة والعيش في كل خانة امسك دموعك وعيش يا أبو محمد وداع حكم القدر في طريقه وتركه بعد شانه مهما ابن آدم سجد له والله ولا ركع ما له نفر من لقاء الموت ولا حصانه لا تلتجي للبكاء يا واخي ولا تندفع بعد المواجع ولا تخضع لظلم المعانه عمر البكاء يا معمر ما عطى او منع ولا الحزن والزعل رجع فلان وفلانه حكم القدر لا نزل في عبد ولا وقع لا شيء يقدر يغير موقفه او بيانه لا شيء يقدر يغير موقفه او بيانه والله لو كل من في الكون هذا اجتمع ماذا يرد الاجل لو ساعات الموت حانه الصبر يا ابو محمد حل كل الوجاع اصبر وخل الثقه بالله والاستعانه لا تشعل النار في قلبي كفايه جراع فالقلب ما عاد يتحمل القارح لبانه جاء
كسرت تواصل معانا ونراح ما قل قطع لا زال ثابت ولا يحتاج أي صيانة مون قوافل دعاك له بكل السلاح وارسل وهي أخي توصل أهل مكانه مون قوافل دعاك له بكل السلاح وارسل وهي أخي توصل أهل مكانه ما دام حبه مكانه داخلك ما انتزاع ما بايقلل غيابه من غلاته وشانه والختم صلوا على من عند ربه شفاع لأمته واحتفظ في أمر ربه وصانه.